السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك جياسكا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل. طبعا نتمنى منكم فقط دعم في كلتا القناتين جياسكا اخبار وجياسكا اخبار تي في باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. حصريا المدرب الكرواتي ماريو سيفيتانوفيتش يعني في مفاوضات مع اداره شبيبه القبائل. المدرب يبلغ من العمر 48 سنة، لاعب سابق ودرب كذلك الفريق الثاني والأول لدينامو زغرب، ودرب أيضا الوحدة الإماراتية، وتولى من قبل يعني منصب كشاف في اتحاد الكرواتي لكرة القدم. طبعا يعني هذا الخبر راه منقول من الهداف تي في يعني قناة الهداف تي في الرسمية، ولكن جمال مناد يعني يقترح على الإدارة مدربين وهم تزيري بلال وعمراني، وهذا يبقى فقط يعني اقتراح من المدير الرياضي ولا شيء رسمي لحد الآن. وحسب الصحفي يعني نزيم أو كاضي نزيم، فسيتم يعني تعيين المدرب الجديد الأسبوع القادم قبل مباراة وفاق سطيف. طبعا نتمنى فقط يا ربي أنه شبيبة القبائل تخرج من هذه المشاكل تاع الإدارة والمدربين بإذن الله وتحلوا كامل جميع المشاكل. ما ناش حابين يعني نبدأ موسم بمشاكل كما هكا، ونتمنى إن شاء الله كذلك التوفيق لها، وبإذن الله ترجع بأقوى يعني من قبل إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله الموسم هذا يكون خير على شبيبة القبائل. لايك على الفيديو وابوني في القناة وبارتاجي هذا الفيديو باش يوصلكم جديد، وما تنساش أخي العزيز دير لنا جام ابوني في القناة وتخليونا الآراء تاعكم كذلك في التعليقات باش يوصلكم الجديدة.